طلبة بعد ما شفت تعليقاتكم تراجعت، كنت راح ندير فيديو ولكن تراجعت، بالتالي مانيش راح نعلق عليهم، والله نعلق على الشيء اللي صار بين قنشوبة او بين صار بين مقرود، ربي سهل. لكن حبيت نوصل رسالة، هو انه انا الاول واحد في منصة اليوتيوب يقترح مقترحات شعبة اداب وفلسفة، وكاين ناس انتقدوني قالوا لي يا استاذ انت مهبول تقترح في جونفي، ولكن تحملت المسؤوليه ونفس المقترحات اللي قلتوها انتم في افريل قلتها انا في جونفي، وسهلت على الطالب وتحملت المسؤوليه تاعكم، لانه انا معروف بالمسؤوليه، معروف باني نتحدى، اتفقنا؟ بالتالي المتابعين تاعي راهم على بالهم واش اقترحت لهم في جونفي، وراح نحط لكم الفيديو اسفل الكومنتار وني بينجليه وتشوفوه بعينيكم. وبعد ما انه رشحت لكم الحقيقه، الحقيقه راهي محذوفه في الاول، هذه كانت الحقيقه مبرمجه، يعني مبرمجه عفوا في جونفي، بعد ما تم حذفها باينه باللي تنحيوها. بالتالي اقترحت لكم الذاكره والديل والعاده والعداله الاجتماعيه والانظمه الاقتصاديه. صافي لونطون والى اللقاء صاحبتي.